مساء الخير ومساء الفل على كل متابعينا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم ساعه رياضه. طبعا كالعاده وحشتوني من الاسبوع للاسبوع، وان شاء الله عندنا احداث هامه جدا عقب اللقاءات الهامه اللي تمت امبارح، من لقاء طبعا الزمالك وانبي وخسارته المفاجاه اللي اكيد مش متوقعه. يمكن حضراتكم شفتوا لقاء امس وكان جمهور الزمالك عليه مليون الف علامه استفهام حول اداء نادي الزمالك، وحاول ايضا الفتره الطويله اللي خدها ميتشو في انه يعد الفريق بشكل جيد، ولكن سرعان ما لقينا نادي الزمالك امام فريق متاخر في جدول الدوري، ولكن كان اول فوز لانبي واول خساره لنادي الزمالك. عندنا ملف كامل حول هذا الموضوع، وعندنا ايضا معلومات حول المؤتمر الصحفي اللي كان في نادي الزمالك منذ لحظات. هنقول كل الاخبار وهنتكلم فنيا، ولكن الاول دعونا نرحب بضيوفي الاعزاء. كابتن احمد ابراهيم منورنا يا كابتن. بنور يا كابتن اسلام، اهلا بيك، وان شاء الله باذن الله تبقى حلقه موفقه اكيد ويكون فيها كل الاخبار ان شاء الله باذن الله. استاذ شادي طبعا منور الدنيا، ومحللنا الدائم باذن الله يكون في حاجه جيده واكيد نقدر نضيف للساده المشاهدين. اكيد ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، طبعا لقاء الاهلي مش هنقدر ننساه، ولكن هنتكلم حول اللقاء اللي كان مفاجئ. اللقاء الاهلي كان لقاء من جانب واحد، يمكن النادي الاهلي تعامل جيدا جدا مع فريق الجونه وكان اللقاء بالنسبه له سهل، ولكن اللقاء من الاتجاه الاخر كان نادي الزمالك للاسف فاجئ جمهوره باداء لا يرثى له. عندنا مجموعه من الاخبار، الاول حابب ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما استفيض مع يعني ضيوفنا الاعزاء او محللينا الدائمين في البرنامج، ولكن قبل اي شيء عايز اقول لحضراتكم ان اكيد طفح الكيل باختصار شديد من الجمهور للمدير الفني ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك بسبب ادائه اللي كان مباغت جدا، ولكن مباغت بشكل سلبي وليس ايجابي. فتره تحضيريه اكثر يعني من شهر ونصف، مفروض ان هو يكون في تجديد في الدماء او تغيير في شكل الكوره، ولكن لقينا ميتشو لم يضيف لنادي الزمالك او لجمهوره اللي بينتظروه. عايز استفيض امام حضراتكم بالاخبار تباعا. اول القرارات اللي عايز اقول ان منذ لحظات قليله جدا في المؤتمر الصحفي عقب المستشار مرتضى منصور بقرار قوي جدا، قال فيه ان في ثنائي في نادي الزمالك متمردين. الكلام ده يمكن جديد على اذان الجمهور المصري عموما، وبالتحديد جمهور نادي الزمالك منذ يعني فتره ليست بقريبه. كانت لعيبه نادي الزمالك بتاخد مستحقاتها في فترات ملتزمه ومنضبطه، ولكن سرعان ما لقينا ان جمهور نادي الزمالك بيسمع كلام اول مره يسمعه ومن نجوم. طبعا اهل مكه ادرى بشعبها، والمستشار اكيد عنده خبره واكيد عنده معلومه واكيد متواجد جوه نادي الزمالك، بدليل ان هو تواجد داخل غرفه خلع الملابس الخاصه بنادي الزمالك، ونزل سال الدكتور الخاص بنادي الزمالك طبيب الفريق محمد اسامه، وقال له انا عايز تقرير المصابين حالا اعرضه قدامي. لما جاله تقرير المصابين كان في مفاجاه كبيره جدا، ان تقرير المصابين ما فيهوش اسماء الثنائي عبد الله جمعه وطارق حامد. ما فيهوش اسماء الثنائي عبد الله جمعه وطارق حامد. طيب لو هما مش بيتمردوا زي ما بعض الناس بتقول ده هما مصابين او مجهدين، فلماذا لم يتم ارفاق اساميهم في كشف الاصابات؟ طبعا دي نقطه كبيره جدا وجديده، ولكن من خلال برنامجكم كل الاخبار الحصريه. يبقى المصابين هم اثنين، اشرف بن شرقي راجل مصاب، فرجاني الراجل مصاب وخلاص بيتاهل، ولكن الاسماء الاخرى سواء عبد الله جمعه او سواء طارق حامد فهم بيتمردوا على لسان الاداره الفنيه وايضا مجلس الاداره. طبعا كابتن طارق حامد الجمهور الزمالكاوي بيعشقه، ولم يتوقع منه ان هو يكون يعني يفاجئه بهذا الشكل. وفي بعض المعلومات بتقول، انا اقول لحضراتكم برضو اللي قاله النهارده المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي، ولكن تم ارفاق 2 مليون جنيه في حسابه، ولكن من وجهه نظر طارق حامد ان هم لا يثمنوا من جوه، لا يغنوا، عايزين اكتر، عايزين ازيد، ففين انتماء نادي الزمالك وفين حبه للفانله البيضاء؟ كان في اجتماع بمجلس الاداره من اكتر من اسبوعين بعد ما زعل ونزل تويتر اللي قد طفح الكيل وغيرها من هذه الكلمات الصعبه، ولكن الاداره كلمته وتعالى يا كابتن طارق الجمهور بيحبك اتفضل، قال لهم لا انا عايز 50% من مقدم التعاقد، الزمالك ما كانش فيه سيوله عشان شركات الراعيه. فرجع طارق حامد، وايضا المفاجاه الكبيره في عبد الله جمعه هنستفيض في الاخبار، ولكن كابتن احمد تعقيبك حول الملفات الشائكه في نادي الزمالك الفتره الاخيره. والله يا كابتن اسلام كل واحد يقدر يقوله، بس حاجه واحده، ان طارق حامد الجمهور ما كانش متوقع ان يطلع كلام من طارق حامد.
طارق حامد يمكن هو دايما هو اسد خط نص نادي الزمالك. طارق حامد علاقته قويه جدا بجمهور النادي، يعني انا مش عارف ازاي يسير كل القضايا في الوقت اللي محتاج الفريق فعلا محتاج طارق حامد واقف جنبه كتير. والمفروض انا شايف ان لو الموضوع فلوس بس يبقى جمهور نادي الزمالك له الله، مش هقدر اقول اكتر من كده. له الله. شادي، ايه تعقيبك حول الملف المفاجئ؟ لعيب الجمهور يعشقه وفي الاخر يفاجئه بهذا برد الفعل ان هو يتمارض على الفريق. هي اداء غير رجولي اصلا، وحركه مش كويسه من لاعب زي طارق حامد. انت حاطط الماده، حاطط دي قصاد دي، طب لا مش هلعب الا لما يتحط في حسابي اخد قيمه التعاقد، لا خلاص كده شكرا. اللاعب ده كده بلاك ليست من الزمالك، اللاعب ده يشوف بقى حاله في اي مكان تاني. مستشار مرتضى منصور يتغاضى عن وجود اللاعب ده، لان اللاعب ده كده هيبقى هيعمل كارثه، ده وصمه عار. برافو عليك. والمفاجاه كمان برضو لكابتننا، انا اتفاجئت من عبد الله جمعه، ما توقعش ابدا ان عبد الله جمعه يكون كمان هو ماشي في الحشد اللي كان موجود. الاثنين اسوء واضل سبيل. للاسف. انا شايف ان الاثنين دول بالاضافه لاي حد بيتخاذل سواء بقى في الفريق بتاعه او المنتخب الوطني، اللعيبه اللي هم بيبقوا محترفين، انا بشوف ان الاثنين دول اللي يتخاذل في فريقه او اللي يتخاذل مع المنتخب الوطني سواء من اللعيبه اللي هم بيبقوا محترفين بره، انا بشوف ان ده مش راجل وما يستاهلش شرف الفانيلا البيضاء على المستوى المحلي او الفانيلا بتاعه المنتخب على المستوى الدولي او المستوى العالمي. كلامك محترم، ولكن كابتن احمد بعض الناس المتعاطفه مع اللعيبه يجي يقول لك برضه اكل عيشهم، دي ظروفهم الماديه صعبه كابتن. ولكن المفاجاه في اسمين تعلق بيهم الجمهور الزملكاوي لدرجه العشق. هو هيجوع يعني، انا مش عارف. بس هو اللاعب ده لو صبر يا كابتن، في لعيبه الجيل السابق في نادي الزمالك، محمود فتح الله والصفتي وواحد السيد، الناس دي يا كابتن قعدت في النادي ما خدتش فلوس، مشيوا كلمهم فلوس صبروا. في لعيبه كتير ما قدمتش شكاوي عشان خاطر بيحبوا النادي، يبقى اذا الكره خلاص ما فيش انتماء. عايز اقول لك يا كابتن، اللي عمل القضيه دي من الاول وفجرها كان كهربا. لما انت بتجيب الموضوع من بدايتها بقى. كهربا اتدلع يا كابتن، وناس انا اسف في ناس طبطبت على كهربا. كهربا ما كانش عايز كده، هو يمكن حاليا اداره نادي الزمالك خدت القرار الصواب. السؤال ده بقى، انت بتقول لي في ناس قبلت او طبطبت على كهربا، مين قبل؟ لا انا يا كابتن مش هقدر اقول اسماء، يعني الناس حفاظا لا هم طبعا ده طبيعي الاعلام مع بس يا كابتن انا شايف ان كان التعامل مع كهربا، انك انت تحتوي نجم زي كهربا كان موجود في النادي الزمالك اللي عمله برضه، كان لازم انك عشان تحتويه لازم كنت توريه من الاول العين الحمراء، لازم العين الحمراء. ولكن انا هقطعك يا كابتن، ناخد معانا برضه اراء الجمهور لازم يشاركنا في هذه الحلقه. طبعًا. استاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور يا باشا. اهلا وسهلا بيك. استاذ عبد الله مساء الخير. يا باشا اتفضل. استاذ عبد الله بس وطي صوت التلفزيون شويه. ماشي يا باشا اتفضل. ليك تعقيب؟ ايوه تعقيب. اتفضل. هو كده الاستاذ مرتضى منصور لو راح كان لو كسب كاس بتاع كاس الامم الافريقيه هيروح برضه كاس العالم للانديه في قطر. سؤالك جميل وهنتكلم عليه في الحلقه. شكرا يا عبد الله، هجاوبك حالا على موضوع كاس العالم للانديه. وهو بيتكلم على تصفيات كاس العالم وبيتكلم على لقاء الزمالك مع الترجي، هل هيتلعب في قطر ام لا؟ عندنا برضو رد من المستشار مرتضى منصور، هجاوبك سريعا عشان اكمل مع كابتن احمد. الرد كان سريع في المؤتمر الصحفي يا شادي، ان المستشار قال الموضوع سلمه في ايد الدوله، لو ادت ابروف او موافقه على لعب الزمالك في قطر هيكون الزمالك خارج هذا الصراع ويكون القرار قرار من المسؤولين. فالكلام محسوم، القرار الان في ايد المسؤولين، والمستشار مرتضى منصور اعلن انه سلم القرار للمسؤولين في الدوله، ولو سمحوا ان الزمالك يكون متواجد او ما فيش اي مشكله او ابدوا موافقه فالزمالك ليس طرف في هذا الملف. معاك يا كابتن احمد اتفضل. فكهربا يعني في ناس دلعته او ادته كهربا يا كابتن. كهربا شاف دلع زياده عن اللزوم في الزمالك، كل ما يطلب زياده حاضر كهربا. لا انا شايف ان من الاول كهربا مش عايز الزمالك كان مشي. كهربا يا كابتن لما سجل المكالمه احد مسؤولي الكوره في نادي الزمالك لما اتكلم معاه بكل صراحه، راجل منتمي، راجل محترم، عايزه عايز يحتويه. بص احنا بالنسبه لنا انا بتفاجئ من عبد الله جمعه يا كابتن. ما هو كهربا سجل مكالمه لمين يا كابتن؟ سجل مكالمه للاعمده الاساسيه في الفريق، بعتها في لعيبه مخلصه، لعيبه محترمه. سجل مكالمات؟ سجل مكالمه طبعا، لما يعني احد اداره الكوره في نادي الزمالك كلمه قال له تعالى نحتوي المشكله بتاعتك، راح سجل مكالمه بعتها لكل اللاعبين قال لهم في تفرقه بين اللعيب اسمه اسم. فطبعا الفجوه دي اللي فجرها من اول كهربا اداء يعني الزمالك. يعني اختصار كلامك يا كابتن احمد ان فجوه المشاكل بين اللاعبين وبين الاجهزه وبين مجلس الاداره سببها من البدايه كهربا، بسبب لاعب كان بيتدلع في الفريق. استاذ ايهاب مساء الخير. استاذ ايهاب معاك يا فندم. مساء الخير. مساء الفل اتفضل.
حضرتك كمان دم الراجل يعني الاستاذ اللي معاك ده بيقول لك طارق حامد وعبد الله الجمعه، حضرتك انت الكلام ده انت متاكد منه ولا بتقوله ازاي؟ يعني مش فاهم انت حضرتك دلوقتي بتهت الزمالك مش بتبني في نادي الزمالك. الكلام دوت على لسان مجلس اداره نادي الزمالك مش على لساننا احنا. ما احنا عارفين حضرتك رئيس نادي الزمالك بيقول الكلام ده على طول. ماشي تمام. عايزين نبني نادي الزمالك يا جماعه. كلامك محترم اكيد واحنا نتمنى ان احنا نبني نادي الزمالك، ولكن يا استاذ ايهاب انا هناقشك وتسمح لي ناخد منك دقيقه. لما تقرير الطبيب الفريق في نادي الزمالك لما اطلع عليه مجلس الاداره ما لقاش فيه اسامي الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعه، وغيابهم في اللقاء الماضي امام انبي كان بداعي الاصابه. طب حضرتك لو انت متواجد في نادي الزمالك او عاشق لنادي الزمالك تلاقي ان اتنين لعيبه انت محتاجهم بشكل كبير اساميهم مش مرفقه في كشف الاصابات، تتوقع ده يكون ايه؟ عبد الله جمعه وطارق حامد من ارجى من انا عايز مش عايز كلام نمطي، انا عايز دلوقتي احنا ما نختلفش على هذا الكلام، انا بكلمك على ملف. لماذا لم يتم ارفاق الثنائي لو كانوا مصابين يا استاذ ايهاب؟ واحد بيتمارض هيكون رده ايه؟ انت الكلام ده على لسان رئيس النادي. اه انت مش متاكد من الكلام ده؟ انت حضرتك بنفسك مش متاكد منه يا فندم؟ لا يا فندم دلوقتي احنا في فتنه. ثواني بس. اتفضل اتفضل. في فتنه وفي يعني عايزين يهدوا نادي الزمالك. انا فاهم قصدك يا ايهاب وهرد عليك حالا دلوقتي، بشكرك شكرا جزيلا، ولكن اعيد تاني انت بس طبعا اكيد جمهور الزمالك عاطفي او انت طبعا. ممكن تكون واخد الموضوع شويه، اللي فاهم او اللي واعي هيعرف ان احنا اتكلمنا في كلام واضح وصريح، قلنا ان كشوف الاصابات اللي بسببها طارق حامد وعبد الله جمعه ما لعبوش اللقاء الماضي امام انبي لم يتم ارفاق فيها اسماء الثنائي، فعرف رئيس النادي ان لم يتم ارفاق الثنائي في كشف الاصابات، اتكلم مع الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق وحوله للتحقيق بسبب ان الثنائي لم يتم ارفاق اساميهم في كشف الاصابات. يعني ليه حاجه من الاثنين، يا اما الدكتور محمد اسامه مش واخد باله من المصابين ودي مصيبه ودي مستحيل، يا اما اللعيبه بتتمارض ملهاش حل تاني يا استاذ ايهاب. فنرجع ليك يا شادي. انا بس انت عايز تضيف حاجه؟ عايز اضيف حاجه. الكلام الاخ اللي كان بيتصل مش انا ولا حضرتك ولا كابتن احمد اللي هنهد النادي الزمالك ولا الاعلام هيهد نادي الزمالك. اللي بيهد نادي الزمالك حاجتين، لاعب بيتمرض، لاعب بيتكاسل، لاعب بيتقاعس، مسؤول او اي حد بيطبطب على لاعب بيبالغ في الاجر بتاعه. لا، انت دلوقتي انا اللي عملت النادي، هو اللي عمل النجم ده، هو اللي عمل اللاعب ده، ليك حق عليا وليا حق عليك والجمهور ليه حق. والجمهور ليه حق طبعا. انت دلوقتي بتلعب في النادي ده، النادي ده حصل له ظرف، تعثر ماليا، تعثر ماديا، مش هتموت من الجوع زي ما قال كابتن احمد، احنا نصبر شويه لحد فين يا كابتن يا استاذ شادي. انا عايز اجابه، والاجابه ديت انا عارف ان انت معايا في نفس وجهه تمام النظر. تمام. اللعيبه دي شبعت من نادي الزمالك باكتر فترات من اللعيبه دي. اللعيبه دي باحترامي الشديد ليك لان انا برضو ليا اصدقاء لاعبين اللعيبه في رياضات تانية برضو غير القدم وفي نادي الزمالك. اللعيبه دي شبعت من نادي الزمالك وركبت عربيات من نادي الزمالك وجابت شقق ونجوميه من نادي الزمالك. انا بس عايز اتكلم بس بالارقام. انا مش عايز اتكلم بالارقام. لا ومن نجوميه هم فعلا ركبت لازم عربيات وجابت فيلل وجابت شقق من قلب نادي الزمالك. فاحنا مش هنتكلم بقى ونقول لا انا لو ما خدتش مستحقاتي. طيب. انا مش هلعب. تعالوا الاول ننزل بجدول الدوري العام. الحلقه للاسف يعني واخدانا في اتجاه قوي جدا، وانا لازم اكون عندي امانه الحوار لما اكون كلام اتنقل على لسان مسؤولي نادي الزمالك، أمانة الحوار إن أنا أعرض هذا الكلام. عندنا مشكلة كبيرة عشان برضو بعض الناس اللي بتقول ما بنتكلمش فنيا على ميتشو أو ما بنهاجموش. أستاذ إيهاب لو كان سمعنا بقى الفترات اللي فاتت كان جمهور الزمالك زعلان مني بسبب إن أنا لم أهاجم ميتشو، دايما أقول أصبروا أصبروا أصبروا. ولكن بالأرقام ما أقدرش أهرب من الأرقام، زي ما أقدرش أهرب من التصريحات اللي على لسان رئيس النادي والمسؤولين في نادي الزمالك، ما أقدرش أهرب من الأرقام اللي قدامي دي. إن نادي الزمالك يلعب خمس لقاءات يجيب ست جوان ويخش عليه أربع جوان. يعني تقريبا كل لقاء بيخش فيه هدف. نادي الزمالك من اقل الفرق تسجيلا للاهداف، يعني تقريبا حوالي هدف وحته في اللقاء، لعب خمس لقاءات جاب ست جوان، ومن اكتر الفرق استقبالا للاهداف داخل فيه اربع جوان. انا عايزكم بس تكملوا. ده نادي الزمالك المركز الثالث، عشان ما تعمل مقارنه تعرف فريقك واقف فين. هات لي لو سمحت كمل. هدافين نادي الزمالك، سيد زيزو هداف نادي الزمالك يا جماعه جاب جونين. هدافين الزمالك فين؟ فين القوة الهجومية في نادي الزمالك؟ قدامنا زيزو جونين، باقي اللعيبة كلها جوان، هدف هدف هدف. طيب حفظت دي؟ رضيت بيها؟ تعال نقلب ونجيب الباقي. هات لي دي بيراميدز. بيراميدز الفريق الصاعد اللي تم تأسيسه 2008. يعني 2008 ايه؟ 2000 وكام يا كابتن؟ 2018. يا كابتن. من سنة. تعالوا نبص كده لعب كام لقاء؟ لعب خمس لقاءات، جاب 11 جون. لعب خمس لقاءات جاب 11 جون. وعليه خمس اهداف، عنده مشكله في الدفاع طبعا عنده، ولكن حاجه بالاتنين، لما فتح لي الدفاع هات لي جوان،
لكن الزمالك ما شاء الله فتح الدفاع وما بيسجلش، فتح الدفاع وما يسجلش. هات لي اللي بعد كده ده بيراميدز، هدافين بيراميدز بقى روح يعني بسم الله ما شاء الله، عبد الله السعيد الراجل صاحب ال 35 سنه واخد العلامه الكامله 100%، جايب 5 اهداف، لعب 5 ماتشات وجايب 5 جوان، يعني كل ماتش جون، مفيش تفاهم. وبص بقى بقيه الفرقه تلاقي اللعيبه جايبه جونين وثلاثه، قوام فريق. ادي عبد الله السعيد، قلب بعد كده هات لي الاهلي، ده النادي الاهلي. الاهلي على فكره يا جماعه لاعب 4 لقاءات مش 5، 4 لقاءات جايب 14 جون يا مؤمن، اتفاجئ بقى، خلينا نقول كلمه وحقها، جايب في 4 لقاءات 14 جون وداخل عليه جون واحد، وداخل عليه جون واحد عند المخرج بيقول كله عذر رب الفلك. طيب النقاط جايب 12 طبعا نقطه، وهو اقوى فرقه في البطوله، 4 لقاءات ب 14 جون، هدافين الفريق برضو برجع عليه الناس اللي بيقولوا عليهم بقى وصلوا من العمر الكروي وارزلوا، ادي وليد سليمان 36 سنه الله يعني ربنا يديله الصحه عشان ما اقولش ان احنا بنحسده، 5 جوان برضو في 5 لقاءات، 4 لا 5 جوان، جايب 5 جوان واخد العلامه الكامله ما دام 4 جوان اسف في 4 ماتشات، عشان كده واخد العلامه الكامله، 4 جوان في 4 ماتشات. طيب ده كله يا كابتن احمد ويا شادي، عايز اقول بمنتهى الصراحه الزمالك فيه خلل فني، ما اقدرش انكره، ما اقدرش انكره يا كابتن، كان عندك توقف اكتر من شهر. ادي ترتيب جدول الدوري العام قدامنا، الاهلي وبيراميدز والزمالك. بصوا بقى المقاولين اللي تحت دي، انا كنت جايبها قصدي، المقاولين اللي في المركز الرابع جاب جوان اكتر من الزمالك، جايب 7 جوان والزمالك جاب 6. ما انا هقول لك ليه يا كابتن، هقول لك ليه، انا مدرب جاي ميتشو مش جاي عشان ينفذ اللي في دماغه، ميتشو داخل دارس عارف الزمالك اعلاميا. استاذ عبد الرحمن انا متاسف، ناخد استاذ عبد الرحمن. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. الو مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايز اعرف من الكباتن مستوى المدرب الاهلي مستواه ايه، كويس ولا لا؟ فايلر هنتكلم عنه. هنتكلم حاضر. عنه حاضر. ليك اي سؤال تاني يا استاذ عبد الرحمن؟ ايوه اشكرك، شكرا جزيلا، اتفضل يا كابتن. المدرب بتاع الزمالك يا كابتن بيلاعب اسامي فقط، انك انت انا الصفقات دي لازم تلعب. لا انا شايف ان ممكن العب الصفقات اللي انا جايبها، بس مين اللي يسند معاه؟ مش هبدا ارص نجوم في الخط الهجومي. الكابتن في لعيب بينزل في الزمالك بيلعب فردي جدا بطريقه غير عاديه، انا شايف ان لا وبيحمله هو كل حاجه، لا يبقى حرام، انا بظلم اللاعب الكبير ده وفي نفس الوقت هو بينزل يظلمني في الملعب، بنزل بديله حمل قبل ما ينزل هو بيسخن، انزل انت خلص الماتش. وبرده المشكله الفنيه في الزمالك التلت الهجومي، مصطفى محمد بيتحرك كتير، مفيش اي جدول. ده احنا هنتكلم فنيا، لا ده انا سيبك التحليل ده، ليه ملف احنا هنتكلم تمام، بس برضو المشكله يا كابتن عند ميتشو ان هو خد فتره توقف. انا جيت قلت لازم فتره اعداد المدرب عشان خاطر يبتدي صح، خد فتره اعداد وكلنا كنا بندافع عنه بنقول اديله الشهر شهر ونص ده، وخدنا وخلصنا البطوله الافريقيه بتاع 23 سنه، انت اللي فضل راجع عارف التشكيله هتبتدي بيه. عندك مشكله فنيه في لاعب بيتمارض اثنين، لا انا الزمالك عندي اللي بره زي اللي جوه. مزبوط. انت اللعيبه دي كانت بعيده من ايام جروس زي محمد حسن اللي امبارح، لا المفروض كنت دخلت محمد حسن وكان لعب وكان خد، محمد عنتر كان خد امبارح. لازم اغير يا كابتن، مش لازم العب بنفس السيستم بنفس اللعيب، لازم اغير. ايوه لازم جديد في الخطه ومدرب يا كابتن. طيب انا يعني قبل ما هرجع لنقطه فايلر عشان اخد رايك فيها يا كابتن، لان نرد على الاستاذ عبد الرحمن، ولكن يعني بص يا كابتن شادي بمنتهى الصراحه، الاهلي لو استمر على نفس الاداء ده هياخد اسهل دوري ليه. انا معجب برضو كل واحد يقول اللي واللي عليه. انا معجب بالاهلي وبيراميدز. ليه ما سمعناش مشكله زي كده في الاهلي؟ ليه ما سمعناش بالارقام يا كابتن؟ 4 لقاءات 14 تمام تمام تمام، يعني ده رقم هو يعني الاهلي يعني الاهلي الماتشات بتاعته واداء اللعيبه فيه مشرف تمام، واخرهم الماتش بتاع امبارح. طب استناك ناخد اتصال، اتفضل استاذ عماد. يا فندم مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل يا استاذ عماد. عاوز اتكلم على مدرب النادي الاهلي يا فندم. حاضر، عايز تتكلم تقول ايه؟ عايز راينا فيه يعني، او تتكلم على ادائه في مع النادي الاهلي؟ هتكلم على ادائه يا فندم. حاضر، نفس السؤال. حاضر حاضر يا استاذ عماد. طيب ما دام الناس بقى حابه ان احنا نتكلم على فايلر، ما نقدرش ان احنا ما نلبيش رغبه الناس. فايلر فنيا انا هرجع لك تاني يا دكتور شادي، ولكن لازم نتكلم على فايلر. ايه الفرق بين فايلر وباقي مدربين الدوري؟ ايه اللي عمله فايلر يجيب 14 جون بالسرعه ديت؟ لان ده الرد على الساده المشاهدين، عايزين كلام على فايلر. هو فايلر يا كابتن كمل اللي كان موجود قبل كده في الاهلي. انت عارف من سنين الاهلي بيلعب الكره السهله، الكره الجميله، كره التحرك، يعني لو خدناها منشط سريع، هل الاهلي اضاف لفايلر ولا الفايلر اضاف للنادي الاهلي؟ لا الاهلي اضاف لفايلر طبعا. طيب يبقى سؤال كابتن احمد جاوب عليه، اهوت الاهلي هو اللي عمل شخصيه فايلر. طب بس فايلر لما لقى استقرار لقى دعم كبير من الاعلام، لقى طبعا حاجه في ظهره الاعلام طبعا، ونجوم نادي الاهلي السابقين ما بيحاربوش في بعض، مفيش حد بيكره حد، مدرب اجنبي جاي يشتغل مقفول عليه، الاعلام مساعده على كده، قدر انه بيلعب مباريات سهله جدا،
شايف حتى الفرق القويه اللي بتلعبه النادي الاهلي بينزل بيخلص المباريات بكل سهوله لانه عنده الاسلحه اللي بيقدر يعتمد عليها في الملعب. والله حتى الاسلحه دي اكلمك فيها، الزمالك عنده نفس الاسلحه ولكن في مشكله. يا استاذ كريم مساء الخير. عليها كابتن. مساء الخير يا استاذ كريم. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. عايز ادخل استاذ عبد الله اشرف الخاني والعمده علي عبد المنعم الخاني. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك معايا على الهواء، اتفضل. طيب اتفضل يا فندم. الو مع حضرتك، اتفضل اتفضل يا استاذ عبد الله، حضرتك معايا على الهواء، اتفضل. ايه رايكم في مستوى الاهلي؟ استاذ كريم اتفضل. ايوه ده. طيب هنرجع لك تاني استاذ كريم، او حاول تتصل مره تانية. طيب يعني سريعا احنا خلاص اتفقنا ان فايلر كابتن احمد ابراهيم قال منشطه صريح، الاهلي اضاف لفايلر وفايلر برضو عنده شخصيه استخدم الادوات بشكل جيد. كلام كده منتهى الاختصار. النادي الاهلي انت بتقول لي هو بيراميدز انت معجب بيهم بشكل كبير. معجب بيهم بشكل كبير. اول حاجه الوضع الداخلي للنادي في اللعيبه نفسه مستقر، مفيش لاعب بيتمرد، مفيش لاعب بيفتعل ازمه، مفيش لاعب ما بينزلش ما بيأديش. فايلر بيتعامل على اساس اللي بيشوفه في التمرين مش الاسماء اللي جه مكمل عليها. ما يسمعش من بره ده في سين وصاد وعين هم دول اللي بيسدوا راح ينزلهم، لا هو الراجل بيتعامل بيعمل على اساس اللي بيتعامل معاه في التمرين. ده بالنسبه للاهلي بيتفرج على الاداء وبعد كده بيتفرج على الاداء وبيحكم حتى لو واحد لسه داخل النادي اول امبارح. تمام ده بالنسبه للاهلي. بيراميدز انت عندك بيراميدز مش هنقول بقى معتمد على عبد الله السعيد وعمر جابر والتراوري وكده، لا عندهم، لا احنا مش هنتكلم في لعيبه، بس في استقرار مادي. احنا بنتكلم في استقرار مادي، في استقرار معنوي من جوه. في نفس الوقت انت النادي عندك لا بيطلع بسرعه متقدمه، يعني النادي ده 2018 لا 2020 2022 لا هيبقى في حته ثانيه. أيوة. انا متوقع لبيراميدز ان هو ممكن يتصدر ان هو السنه دي رقم 2 وبينافس حتى الان في الكونفدراليه، ماشي بشكل جيد بينافس في الكونفدراليه مع النادي المصري البورسعيدي، فرقتين مصريين في مجموعه واحده. والمصري نادي تقيل طبعا، المصري نادي تقيل له باع طويل في الـ في الـ في الكره المصريه، في الكرة المصرية طبعًا. وفي نفس الوقت انت مين اللي بيلعب في المصري ومين اللي بيلعب في بيراميدز. بس انا شايف ان بيراميدز هيبقى في حته ثانيه، ممكن يبقى رقم واحد، وهو بينافس ان هو يتارجت عليه ان هو يبقى في الدوري رقم واحد. وده ممكن يحصل اكيد بالاستقرار، اكيد بالهدوء، ايضا باللاعبين اللي عندهم مهارات. عايز اقول لحضراتكم خبر حصري ان كابتن هاني سعيد اعلن اعتزاله اللعب بعد لقاء اليوم امام حرس الحدود. طبعا هاني سعيد الاسم الكبير جدا في الكره المصريه، لعب طبعا النادي الاسماعيلي، لعب لنادي الزمالك وكان من ناشئين النادي الاهلي وللمصري، واحترف ايضا في ايطاليا فترات طويله. هاني سعيد الاسم الكبير، افضل ليبرو في 2008 مع منتخبنا الوطني، اللاعب اللي اضاف للكره المصريه شكل وبريق بعد اعتزال كابتن الكبير عماد النحاس، بيعتزل اللعب نهائيا عقب لقاء فريق المقصه مع فريق حرس الحدود، وده قرار نهائي. واقول لحضراتكم كمان الكواليس اسباب اعتزاله، الكلام ده يمكن بنقولها لاول مره، اعتزال هاني سعيد بسبب انه خلاص مسك يعني مدرب في بيراميدز. مش عايز بقول ان هو يعني اذا كان مدرب للناشئين او مدرب في القطاع او استشاري، هي الوظيفه ودوره الاساسي في بيراميدز لم يحدد حتى الان، ولكن القرار اللي احنا عرفناه انه خلاص هيكون موجود في المنظومه الخاصه ببيراميدز. فهاني سعيد خد القرار، نتمنى له كل التوفيق، لعيب كبير جدا واضاف كتير. معانا مين يا جماعه؟ طيب عقبال ما يرجع تاني، عايزين بقى نتكلم حول الملف الهام جدا وهو لقاء يعني اللي باختصار شديد جدا عايزين نقول عجن كروي ميتشو امبارح عمله. مش هنقدر ان احنا نهرب من الحقيقه يا جماعه، ولو هربنا من الحقيقه يبقى احنا بنعمل زي النعام وبنخبي دماغنا في الرمل. احنا لازم نواجه المشكله عشان الزمالك يلاقي حل، وعشان جمهور الزمالك يكون عنده معلومه باللي بيحصل. ايه المعلومه باللي بيحصل؟ ولكن قبل ما انزل الفقره التحليليه واتكلم بقى على سرعه نادي الزمالك وتمركز اللاعبين، وهنقول كلام كتير جدا، ولكن هاخد هذا الاتصال برضو، لازم نعمل تواصل عشان اقفل الاتصالات تماما ونركز في فقرتنا التحليليه. معانا مين يا جماعه؟ الو، محمود من امبابه يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمود، مساء الخير. ازي حضرتك يا استاذ اسلام؟ الحمد لله تمام والله استاذ محمود، اتفضل. حضرتك انا بنتكلم عن الزمالك مع ميتشو، مفيش اي فندم تواصل بين الخطوط. تمام. يعني انا نفسي استاذ مقتدى قاعد في المدرج يشكر على اللي هو عامله مع الفريق. انا بس يعني هو عاجبه اداء الفريق مع ميتشو؟ لا، ما هو اكيد مش عاجبه، دليل ان في النهارده مؤتمر اتعمل النهارده. ما كانش عمل المؤتمر اللي هو ايوه كان في مؤتمر اتعمل النهارده، وهذا المؤتمر اتقال فيه كلام كبير جدا. بشكرك، ولازم اطلع بقى فاصل عشان اتكلم على الفقره التحليليه الهامه جدا نتناقش فيها مع ضيوف الكرام. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا ما تروحوش لاي حد.
رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان يعني الاشتعال المنافسه في هذه الاوقات بتخلينا دايما طبعا. هو انا عندنا البث المباشر، بنعمل بث مباشر برده من خلال الصفحه، وعايز اقول لحضراتكم ان جميع الاسئله اللي حضراتكم عايزين تتكلموا عليها او تسالوها او تعرفوها ممكن من خلال برنامجنا طبعا، ومن خلال البث اللي بيكون متواجد مع حضراتكم تسالوا في كل اللي انتم عايزينه، ايا كان السؤال ايا كان مردوده، من خلال الفيسبوك تقدروا دلوقتي حاليا عندي على صفحه اسلام علوي على الفيسبوك هتلاقوا البث المباشر، اي اسئله مهما كانت سواء للنادي الاهلي او المنتخب الوطني او نادي الزمالك ممكن تسالوا فيها واجاوب مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه. طيب قبل اي حاجه انا عايز اتكلم بقى في اسئله المشاهدين، لان عندي فقره تحليليه هامه جدا واعرض فيها خطه اللعب اللي لعبها ميتشو والاخطاء الكارثيه اللي خلت نادي الزمالك يخرج بالشكل اللي احنا شفناه امبارح، كان شكل طبعا سيء جدا. عندي بعض الاسئله، عندي استاذه رودي محمد بتقول مع احترامي ليك انت مش بتقول اخطاء الاداره ليه؟ شوف عشان اقول لحضراتكم الشفافيه، انا حتى السؤال اللي بيجي لي عليه تعقيب او عليه اي حاجه هجاوب من خلال الشاشه. انا عايز اعرف دلوقتي الاداره اللي امبارح اللي كانت بتلعب في نادي الزمالك ولا كانت لعيبه الكوره؟ وهل الجهاز الفني اللي كان بيلعب ولا كانت الاداره؟ يعني برضو يا استاذه رودي لما نحب ان احنا نوجه نقد لازم يكون النقد منطقي، ايه اللي احنا ما قدرناش نلوم فيه اداره نادي الزمالك؟ مسؤول عن ايه اداره نادي الزمالك في لقاء امبارح؟ هل هي طرف ثالث مع الموضوع ولا اللي كان في الملعب اجهزه جهاز فني ولاعبين؟ فاتوقع ان اداره نادي الزمالك خارج هذا الموضوع. اكرم رشاد بيقول لعيبه فلوس وليس انتماء، اتوقع ان هي جمله قويه جدا صح فعلا وعندك حق يا استاذ اكرم. كارما بتقول حسب الله ونعم الوكيل، امتى الاجواء تتصلح واللعيبه ترجع للانتماء بتاعها تاني؟ احمد ديماره بيقول ممكن تردد القناه 10775. سامح بيقول ارحمونا من حمدي النقاز، اتوقع والله لعب كويس جدا ولكن مفاتيح لعبه هنتكلم دلوقتي فنان كل هذه الامور هشرحها وده بحركه. عبد الهادي موسى بيقول طارق حامد اتهامي بالهروب من مباراه انبي ليس في محله الاتراك، واعاني من الام في الظهر والجهاز الطبي لمنتخب مصر عنده علم. هنشوف هذا التقرير اذا كانت هذه الامور سليمه هنعرفها اكيد من خلال ايه الجهاز الفني او الطبي للمنتخب الوطني. اخر سؤال بقى هناخده عشان بقى نستفيد بالفقره التحليليه. محمد حسن بيقول ازاي نلعب بالنقاز وحازم وشيكا ومصطفى مع بعض في مركز واحد؟ برافو عليك. ونيجي نقول بقى ايه بدايتها مسك انك انت فتحت علينا الامور الفنيه. هتنزل قدامنا دلوقتي قدام حضراتكم الفقره التحليليه بقى، وقدامنا انتشار لعيبه نادي الزمالك مع كباتننا الكبار كابتن احمد ابراهيم وكابتن شادي. هنبص دلوقتي الزمالك بدا اللقاء بهذا الشكل، ده الشكل اللي عامله نادي الزمالك، بدا بعواد قدامه الونش وقدامه محمود علاء، على اليمين حمد النقاز، على اليسار محمد عبد الشافي، في وسط الملعب كان فيها لخبطه كبيره جدا محمد حسن وحازم. ده الشكل يا جماعه اللي كان عايزه ميتشو، وهقول لحضراتكم ايه اللي حصل في الملعب. على الشمال احمد سيد زيزو، على اليمين اونجم، وقدام عمر السعيد ومصطفى محمد. ده اللي كان بيحلم بيه شادي ميتشو او الخطه اللي كان بيتمناها. يعني انت شايف ان في اي شيء كده في التشكيل؟ هو طبعا نص الملعب غياب طارق حامد وغياب فرجان اساسي واصابه محمود عبد العزيز اثر اكيد على وجود بدايل في نادي الزمالك في نص الملعب، مفيش بدايل. هو اصلا تكتيكيا انت دي مش خطه، هو مفيش اي حلول. طب انت لو قدامك مثلا مثلا حازم امام طبعا في علامات استفهام وهنتكلم عليها دلوقتي طبعا، ولكن مفيش بدايل. في ناس كانت ممكن تقول ما نحط محمود علاء في اجتهادات، ولكن الزمالك ما عندوش ارتكاز في وسط الملعب بديل يحطه مكان حازم امام. الحلول اللي حضرتك بتتكلم عليها كابتن اسلام انت حاطط دول في الملعب في التقسيمه وفي ناس قاعده بره كتير. طيب هتجيبوا لي الصوره الثانيه يا جماعه، ده يا ريت الزمالك استقر على هذا الشكل يا شادي. بص بقى اللي حصل يا كابتن احمد، ده في الدقيقة يا جماعة كام؟ بعد ما الزمالك استقبل هدف، طبعا الزمالك جاله دخل فيه هدف في الثانية 20. الثانية 20 ده بصوا بقى اللي حصل، حازم امام يا كابتن احمد رجع لمكانه اللي هو دخل في مكانه غصب عنه اللي هو بيحن ليه طبعا اللي هو بيحن ليه، فأصبح في الناحية اليمين زي ما حضراتكم شايفين موجود فيه مين بقى؟ حمد النقاز وحازم امام ونجم. طيب لما الكرة تتقطع من ناحية اليمين من ناحية حازم انت عارف ان في الطريقة دي يا كابتن ان الديفندر اللي بيلعب وحيد على الدايرة بيواجه ثلاثة من خط برضه، شوف بقى الراجل نزلها لك على طول اهو، زائد محمد شريف اللي بيجي من تحت يا كابتن اسلام سريع جدا بيجي من ورا المدافعين، عندك زيادة عليك في الدفاع. ما هو ده اللي واضح يا كابتن. بص يا كابتن شادي، بص يا كابتن احمد، دلوقتي لما عمل حازم فعلا زي ما كابتن احمد بيقول صدر محمد حسن لوحده في نص الملعب
اصبح هو الارتكاز المساند الوحيد للدفاع، وعمل زحمه في وعمل زحمه دلوقتي بقى بيتضرب من وراه، مش في مكانه، مش محطوط في مكانه. السهمين دول الارتداد اللي بيقابلهم محمود علي اشكال، كان بيقول لك الناس هو كل هجمه تيجي على الزمالك بجون. طب يا جماعه ما الدفاع مكشوف، ما هو مش محطوط في المركز السليم بتاعه، مش محطوط في المركز كده. السليم يا ريت الامور كمان استقرت على كده. تعال نشوف كده واحده واحده، نكمل دلوقتي بقى حازم امام عبء على مين؟ على محمد حسن. تمام، طيب محمد حسن دوره ايه بقى يا جماعه في الملعب؟ نركز بقى، هات لي الصوره اللي بعد كده، المفروض بقى يكون هو المايسترو. دور محمد حسن يستلم كوره من محمود علاء والونش. تمام، بياخدها من الحته دي في لحظه ان الزمالك حتى مكتوبه فوق، في لحظه دفاع الزمالك، الزمالك بيرتد للدفاع. فبيحصل مرتده كابتن احمد يا كابتن شادي. تمام، بيستلمها محمود علاء او الونش، يبصيها لمين؟ لمحمد حسن. محمد حسن يوزع لمين؟ لاما ناحيه اليمين لونجم، لاما ناحيه الشمال لاحمد سيد. امبارح كابتن ده اللي المفروض يعمله، اللي المفروض حاجه واللي حصل حاجه ثانيه. عارف اللي حصل امبارح؟ لما كان محمد حسن بيستلم الكوره في الوضع ده كان بيرجع تاني للونش، في اغلب الاحيان بيرجع للونش ويخلي الونش يعلي ويرجع لمحمود علاء، يا اما يدي لعب شافي يجتهد ويزيد ناحيه الشمال. واذا انت عبد شافي بيزيد ناحيه الشمال، انت عندك الحته الدفاعيه مكشوفه قدامك، يبقى المصيبه كبرت اكتر. يبقى يعني عندك حتى اربعه في خط النص بيواجهوا واحد اللي هو محمد حسن، ما عادش في اصلا حتى محمد حسن، مع احترامنا ليه بقى بيطلع الكوره غلط. دلوقتي احنا عندنا اربعه مشكله بالظبط لحد الشوط الاولاني يا جماعه. كده عندنا محمد حسن او الزكادر بيستلم، يعني الكره من رجله للاسف بتخرج كابتن شادي بشكل غير صحيح. حازم امام ضامن في النقاز، قفل عليه زاويه الجري اساسا، فالنقاز لا عارف يجري ولا حازم بيتحرك. طبعا عمر السعيد كان علامه استفهام، هو ومصطفى محمد مفيش توقع. موضوع عمر السعيد ده يا كابتن اسلام مع احترامي ليك، اتفضل يا كابتن. انا شايف عمر السعيد بيشتغل بره الصندوق اكتر من جوه الصندوق. ليه يا كابتن اسلام؟ من ساعه يمكن المشكله دي بتواجه نادي الزمالك بحكام. لا ارجع لي ثاني، هات لعمر السعيد معلش الصوره اللي فاتت التحرك. عمر السعيد يا كابتن اسلام دايما تلاقيه بيجي على الاطراف يستلم، حتى لو رمي التماس بيرجع لورا. طب انت يا عمر انت اصلا مش سريع، انت المفروض عشان على ما تسلم الكوره نص الملعب. بص برافو عليك، اللي انت بتقوله ده منطقي باللي بيحصل. الاثنين يا كابتن شادي بيرجعوا نص الملعب، سواء عمر السعيد او مصطفى محمد، عشان يستلموا كوره، لان محمد حسن دوره اصبح غير ايجابي على الاطلاق. فين حمدي النجاز؟ فين دور حمدي النجاز؟ مفيش حد حازم عليه. تمام، وفين دور عبد الشافي؟ مفيش حد في 18، ما كانش متواجد. مفيش حد. الناس دي اللي ادى ادوارها امبارح، يعني عمر السعيد عمل دور مش بتاعه، ومصطفى محمد عشان كده مستواهم قل، نزلوا لنص الملعب هم اللي بداوا الهجمه. واجباري حمدي النقاز برضه كده اتقتل. طيب ربنا سهلها، بس عشان اكمل التحليل، ربنا سهلها وتعادلنا بجون محمود علاء من ركله الجزاء. ميتشو بقى في بين الشوط الاول والثاني عمل ايه؟ هات الصوره اللي بعد كده. ده دور طبعا احنا عرفنا الخلل خلاص اهو، دور ان حازم حدف يمين وقف جبهه النقاز وما كانش بيعمل اي افاده. محمد حسن مش قادر يطلع كوره لاونجم او لاحمد سيد زيزو. هات لي بقى اللي بعد كده، ده الخلل اهو. حصل ايه بقى؟ نزل شيكابالا، تغيير جيد جدا، عشان يعمل ايه؟ ياخد محطه رقم 10، شغل اربع لعيبه بالظبط كده، ويرجع ورا مين؟ يرجع ورا حازم امام مكان محمد حسن. وكان بيرجع كانت الخطه الاساسيه. فخد يا كابتن شادي شيكابالا يلعب رقم 10، دوره يشغل مين؟ يشغل الاثنين المساكين اللي كانوا قدام دول، مصطفى محمد وعمر سعيد والباكين. فالاثنين المساكين دول ارتاحوا، ولكن حصل خلل اكبر من كده. هات الصوره اللي بعد كده. لازم شيكابالا بقى عمل ايه؟ فجوه في نص الملعب. بص بقى الفجوه اللي في نص الملعب ديت اللي عاملها برده حازم، انه تايه لما خدت علامات من ميتشو ان هو ما يزيدش وان هو يخليه في الارتكاز في نص الملعب، هو مش حافظ المركز، لان حازم يا كابتن شادي مش ارتكاز. ما هو مش مركز، مش عمر جابر. عمر جابر كان بيلعب المكان ده كويس في الزمالك، بس هو مش حافظ المركز. حازم ليه مواصفات اصلا كلاعب كوره ناحيه اليمين، ما ينفعش يلعب غير ناحيه اليمين. هو حازم كده. كلمه السر في الماتش ده كابتن اسلام اللي هو اخطاء او خطا ترتيب الادوار. الله ينور عليك، ما هو ده اللي بنمشيها واحده واحده. بص دلوقتي بقى عشان يعوضوا يا كابتن احمد يا كابتن شادي، الجبهه اللي فضها حازم، لان حازم لما مسك النص خلى النقاز ضم النص الملعب. الله ينور عليك، دخل النقاز زي ما حضراتكم شايفين لنص الملعب عشان يغطي مكانه بالظبط كده، فاصبح الدفاع مضروب من ورا حمدي النقاز، واصبح حمدي النقاز لاعب في الارتداد مش سريع بالظبط كده، واي هجمه على الزمالك خطر. طب ميتشو بقى قال يعمل ايه؟ الراجل يا جماعه عايشين احنا معاه امبارح في افلام، دلوقتي ايه اللي حصل؟ لا ارجع لي ثاني معلش، ارجع لي ثاني معلش. لما شيكابالا نزل عشان يحل مشكله ان مصطفى محمد وعمر السعيد بينزلوا نص الملعب يستلموا ومش شغالين، نزل هو يشغلهم، وجاب طلع خلاص محمد حسن المسكين اللي مش قادر يطلع او يشتغل لانه لعيب صغير في السن والدور كان عليه كبير، وحازم كان بايعه وضامه من اليمين. المهم شيكابالا اشتغل، بدا يمسك رقم 10، حازم بغصب عنه تاه في نص الملعب. النقاز قام ضامم عشان يملى نص الملعب. بصوا اللي ورا بقى، اتضرب الخطوط اللي ورا نادي الزمالك. ميتشو بره قال لك لا، لقيتها الحل بقى، ورينا حل ميتشو بقى كده. هات عمل ايه ميتشو بقى؟ قام راح بقى منزل مين؟ كريم بامبو. قال لك بس الحل انا لقيته، هثبت ان ازم هو واخلي شيكابالا هو اللي يحدف يمين. لا ده هو رمى كابتن حازم تاني، رجع نص ملعب تاني.
ما هو حازم زي ما هو بس نزل كريم بامبو دلوقتي التغيير دلوقتي دي نزل كريم بامبو يلعب هو مكان رقم 10 مكان شيكابالا عشان شيكابالا يحضف هو يمين ويجي الناحيه اليمين اللي هو اونيك بيرجع هو شويه لورا ضرب طيب. المركز كله خلص. ضرب المركز كله هو دلوقتي بدا يحدف يمين باص من عنده عايز اقول لكم ان ميتشو نفسه معذور يا كابتن احمد هو بيحاول يقفل ثغره مكان حازم امام هو برضه وعايز يجيب جول ما هو انا اقفل مع فضل الشديد ليكم قطعت لكلامك يا كابتن اسلام انا اقفل ثغره بلاعب هيسد ولا بلاعب مش في مركزه ما هقدرش احمل عليه التشكيل ليه من الاول يا كابتن التشكيل هو اللي حطه في الورطه دي بص حضرتك يا كابتن احمد كل خطوه هنتكلم فيها او كل تفصيله في الماتش هنتكلم فيها هترجعنا للخطوه اللي قبلها ترجع تلاقي نفسك رجعت للتاسيس التشكيل بالظبط هو تشكيل بايظ تمام بص بقى اللي حصل هنا بقى الزمالك دلوقتي يا جماعه الدقيقه ديت هي الدقيقه 75 بدا الزمالك بقى يعمل هجوم مباغت تماما ويضغط الملعب عمل شكل علامه الاستفهام اللي حضراتكم شايفينها ديت تلقائي بدا يا كابتن شادي يا كابتن احمد يضغط محمود علاء كمان بالظبط ويزيد مع خط الهجوم ليه بقى كريم بامبو ما بيعرفش يلعب بالهيد مصطفى محمد عاملين عليه كماشه واربع لعيبه ما بيعرفش يلعب بالهيد ونجم ما بيعرفش يلعب بالهيد شيكابالا ملوش في الهيد اساسا جات له كره امبارح لو لعبها براسه كانت دخلت الجون يا كابتن شيكابالا ما بيعرفش يلعب بالهيد خارج عن قدراته يا كابتن بالظبط خارج عن قدراته عمره ما لعب بالهيد فاضطر ميتشو ان هو يخلي محمود علاء يزيد يكون مهاجم سكند سترايكر مع ورغم ان هو مدافع مع مين مع مصطفى محمد فبقى ده شكل الملعب كله محذوف على اليمين هتلاقي بقى مين عد بقى زي ما تعد النقاز ومصطفى فتحي وهتلاقي مصطفى فتحي لما نزل مكانه هناك وهتلاقي الشيكابالا وهتلاقي حمدي النقاز وهتلاقي حازم طيب فين في الصندوق كده هتلاقي مين يا كابتن مفيش حد في صندوق ما الونش اصلا مصطفى محمد اوريدي نازل تحت انت قصدك على الصندوق للفريق امبي ما فيش حد ضغط على الدفاع امبي اصلا يا كابتن مفيش حد ضغط على الدفاع امبي بالمنظر دوت اصلا كلهم حادفين واحمد سيد زيزو عيني ماشي في فدان ارض الناحيه الثانيه عبشافي بقى علامه استفهام كابتن حلمي طوان حتى في الكاميرا جت عليه امبارح يا كابتن كان بيشاور لاحد اللاعبين مش فاكر بس غالبا كان محمد شريف كان بيقول له من وراه من طبعا وراه. ما هو مفيش غير فعلا الهدف جه فعلا ان الكره اتلعبت من ورا لا الهدف بقى هقول لك جه عبشافي بالظبط هات لي الصوره اللي بعد كده بص بقى كابتن شادي عمل بقى حركه ذكيه جدا كابتن حلمي طوان ودي تتحسب له بصراحه طبعا هو مدرب كبير ثبت بقى الاثنين كان عنده ساعه يطلع قعود ويقفل الدفاع ويخليها تطير بالظبط ولكن بقى عمل ايه يا شادي ثبت قعود مع محمد شريف خلاهم الاثنين على واحد ضغطين على دفاع الزمالك كله ساحب ساحب الثمانيه اللي قدام انت ما عندكش انت ظهرك مكشوف بالظبط وما عندك الونش بس فتعالى بقى العب هجمه سريعه خلصت وده اللي حصل فعلا اما ثبت قعود مع الونش المسكين اللي واقف لوحده في نص الملعب لا معاه نص ملعب يساعده ولا معاه باكات ولا معاه مدافع كمان ولا في اي حاجه خالص صدر له قعود ومحمد شريف الهجمه اتعملت ازاي بقى هات لي الصوره اللي بعد كده قعود امامكم ولا عدو خلفكم ادي نص الملعب بص يا كابتن اربعه يا كابتن بيبقى في محمود علاء داخل على الصوره اتفضل يا كابتن بص اللي بيحصل ده معلش انا اسف يعني يعني انا مش عارف ازاي ده عمرها ما كانت في قانون الكوره ولا في الخطط ولا في اي حاجه ولا في كره الشوارع انا مش شايف يا كابتن ان بص يا كابتن اربعه مايلين ناحيه اليمين بالظبط خد عندك بقى جوه 18 فوق. محمود علاء اللي هو المساك اصلا زائد شيكابالا اللي هو اصلا في الارتداد ما بيرتدش عندك انت يا كابتن مصطفى محمد ملوش اي دور مصطفى فتحي ما بيرجعش مش بتاعته الحته الدفاعيه اصبح انت عندك اللي بيساعد شويه في الرجوع عبد الشافي وعلى مين على الونش على الونش والدايره هنا كابتن شادي اتفضل يا كابتن عاوز اسال سؤال بس يعني الناس دي كلها الاربع مراكز دول الثلاثه اللي جنب بعض والاربعه اللي في الدايره عشان الناس بس تبقى واخده بالها الناس دي قاعده واقفه هناك في الملعب بتعمل ايه وازاي ما جابتش هدف على يرجعوا يا كابتن لا لا ما ازاي ما جابتش هقول لك ليه دي بقى سوء التنظيم بص يا كابتن بص يا كابتن المفروض انت في خطط اللعب في حاجه اسمها ايه ادوار خطوط اللعيبه متركبه بارقام رقم 10 رقم يعني. ماشي يا كابتن اسلام ده لاعب فني خطير في الزمالك ومدرب على فكره انت عندك اللاعب رقم 10 بيوزع انت عندك المفروض كخطه متكامله ببتدي الهجمه من خط الدفاع ببتدي افتح على اليمين او على الشمال الكره عادي انتهت من قاموس الكره بتعمل في حاله واحده بس لما اللعيب بيلعب قدامك زون ديفنس انت مش عارف مش انت لاقي 11 لاعب قدامك مش قادر بتعمل الكره العاليه باستغلال لما تلعبها لحد لما اللاعب بيبتدي يلمسها براسه بيلمسها يمين او شمال على استغلال سرعات الالعاب اللعيبه اللي على الاطراف يعني انت في نادي الزمالك ما عندكش خطه انت بتلعب عليها اصلا انت بتلعب يا كابتن على اخطاء ده اللي أنا خطا مدافعين او بتلعب على اساس ضربه جزاء او فاول خطير يجي لك هكمل معاك يا كابتن احمد وكابتن شادي ولكن عايز اقول ان دي كره الهدف كابتن شادي وده اللي حصل ايه زي ما حضراتكم شايفين الاربعه محذوفين ناحيه اليمين القلب اللي هو رقم 10 خلاص فضي شيكابالا اصلا نزل عشانه بالظبط حدف يمين حازم حدف يمين كريم بامبو حدف يمين كله مصطفى يمين. فتحي حدف يمين كل واحد على عدلته يا كابتن حدف يمين على عدلته كل واحد على عدلته زي ما كابتن احمد بيقول وادي رقم 10 اللي المفروض يشغلهم اصلا مش موجود طب مين اللي هيبدا هجمه طب مين على نص الملعب طب مين هيشوط بنقول يا كابتن اسلام ولا اي حاجه حصل بقى الكره يا كابتن الهجمه اهي
وادي عبد الشافي للاسف الشديد مفيش تغطيه بالمناسبه. مفيش تغطيه. اللي حصل هي طبعا فيها شبهه انها فاول، ولكن عامه هي كملت الكره خرجت من الدايره الحته المتعلمه بالازرق دي اللي هي الفاضيه خالص دي. اي واحد ان شاء الله حتى لو معدي يا كابتن شادي عمل الباصه لمحمد شريف اما لقعود وام علقها لمين لمحمد شريف واصبح انفراد. انت طيب. المكان فاضي عندك كابتن شادي، عايز تعقيبك بقى وتقول لي اللي احنا شفناه دوت ده باختصار شديد تقول عليه ايه؟ باختصار شديد ده عشوائيه. عشوائيه في عشوائيه من البدايه، عشوائيه في وضع الخطه، عشوائيه في التشكيل، عشوائيه في اداء اللعيبه في الملعب، عشوائيه في تفكير المدرب اثناء الماتش اثناء المباراه نفسها. أي. عشوائيه في ترتيب ادواره، عشوائيه عشوائيه عشوائيه. طيب العشوائيه دي مردودها ايه على اللعيبه؟ العشوائيه دي سببت لهم تذبذب، لاعب مش في مكانه، مش في محله، مش بيلعب في المركز بتاعه، مش هيأدي صح، مش هيقول صح، مش هيحط صح. بس دي قولا واحدا. العشوائيه ادت للتذبذب، والتذبذب ادى للهزيمه، والهزيمه مسؤول عنها مين؟ نرجع تاني نقول خطا ترتيب الادوار اللي هي في المدرب، في المدير الفني كابتن ميتشو المحترم. تمام كابتن احمد. والله يا كابتن، هي اولا ما عرفش يكتسب اللعيبه خلاله من خلال المدرب عن طريق النفسيه. اللعيب نازل اللي ليه فلوس، اللي بيفكر ده انا ما خدتش او خدت، ما عرفش يخلي اللعيبه تحب الكيان، ما عرفش يلم الفرقه. ثانيا خطا الفتح اللي بيحصل اللي خلاه مش عارف في ورطه طول الماتش، انك انت ابتديت بتشكيل غلط 100% ومعكش نص ملعب، ما معكش ديفندرات حتى. لو انت مثبت حد مكان حازم عنده فكره شويه ما كانش حصل الفجوه اللي حصلت في نص الملعب دي. طبعا بالنسبه للعيبه كلها مالت ناحيه اليمين زي ما الصوره كانت جايبه، غصب عنه كل اللعيبه عدلتها ناحيه اليمين، كل اللعيبه عدلتها ناحيه اليمين. فانت انت الناحيه الثانيه حتى في الصندوق ما عندكش حد معذور فيها فعلا يا كابتن. أيوة وقرارات اللعيبه. ايوه يا كابتن، واقول لكم منتهى الصراحه، والكلام دوت بنقوله عشان احنا حابين للفرق الكبرى ومحبين البلانكو نادي الزمالك. شيكابالا محتاج ان هو قراراته تكون اكثر ايجابيه. شيكابالا باسمه، انا عملت يا جماعه مقارنه ما بين شيكابالا ووليد سليمان وعبد الله سعيد. شيكابالا اصغر اللعيبه دي سنا، شيكابالا 32-33 سنه، عبد الله سعيد 35 سنه، وليد سليمان 36 سنه. ولكن تشوف العلامه الكامله من عبد الله سعيد، جاب خمس جوان عبد الله سعيد، وليد سليمان اربع جوان. شيكابالا جاب كام جون مع الزمالك حتى الان؟ ولا جون. مش هجوم، بنحب شيكا، مأمنين والله ومسلمين، ولكن مصلحه الزمالك لو بتتكلموا لازم يكون في ليدر. الزمالك كان مفتقد لهذا الليدر. هاخد كام سؤال قبل ما اقفل حلقتي عشان الوقت، ولكن يعني هوعدكم ان شاء الله يكون في تواصل حتى بعد الحلقه. محمد عرفات بيقول ميتشو مضيع دور مصطفى محمد بوقفه اللعيبه. بالظبط صح. تمام يا محمد. تمام. محمد النقيب بيقول انا زملكاوي من اسوان، العيب في المدرب ما عندوش من بعد ماتش بيراميدز نسي الكوره. مصطفى حسن بيقول يا اسلام المشكله ان الزمالك تحول لفريق فردي، برضو كلام محترم طبعا. عندي انجي انجي بتقول هل تغيير ميتش دلوقتي في مصلحه النادي ولا لا؟ كابتن السؤال ده مهم جدا وبرضو اخده منك كابتن شايف. هل تغيير ميتشو في الوقت ده لمصلحه الزمالك؟ الزمالك طول ما هو بيغير مفيش استقرار يا كابتن. لا انا ماشي، ممكن ابقى على ميتشو شويه لحد ما الفريق يرجع من كونغو. كابتن شادي عشان وقت الحلقه. لا أنا يعني نفسي ان اكمل مع الناس، ولكن يغير احنا ماشي، ميتشو يفضل زي ما هو بس يغير من ادائه، يتعلم من اخطائه اللي حصلت النهارده. انا بقى مش هعرفه شغله ان انت لازم تدرب اللاعب على مركز واثنين وثلاثه. انا اكتفي بهذه الكلمه اعزائي المشاهدين، الحلقه كالعاده مرت سريعا جدا مع وعد في لقاء جديد في برنامجكم ساعه رياضه. تحياتي وتحيات كل اسره البرنامج، يعني ان شاء الله باذن الله كل الافضل لنادي الزمالك ولكل الفرق، وان شاء الله يرجع افضل مما كان. تحياتي اسلام علوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.